السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد الصدره بكريم اسبانيول. يعني غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدموا هذا الكريم اسبانيول في هذه الصدره ديالنا ان شاء الله. دابا كما كتلاحظوا عندي العجينه معجونه هنايا، كما خليت لكم الرابط في صندوق الوصف ديال العجينه، يعني كيفاش كتعجن من الاول حتى الاخير ديال السدره. يعني السدره اللي عملت ديال اللوز غادي تلقاوها وغادي تشوفوا نفس الطريقه ديال العجينه. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، وعندي معاه 20 غرام ديال الملح، و 200 مليلتر ديال الزيت والماء. هنايا دابا ان شاء الله غادي نطلقوا العجينه ديالنا بحال هكذا. وهنا ان شاء الله غادي نجيبوا الزبده ديالنا كما كتلاحظوا بحال هكذا، والزبده خصها تكون لينه، ما تكونش قاسحه بزاف. عندي جوج كيلو ديال العجينه هنا، هنايا كنعمل ليها كيلو ديال الزبده، يعني 500 غرام 500 غرام. هنا نعملو بهذه الطريقه هذه. ودابا ان شاء الله غادي نعملو ليها 6 ديال التورات، يعني التوره بهذه الطريقه. غنوريكم توره وحده وكتخليو العجينه كترتاح شي شويه، وتعاودوا تورة ثانية وكتبقى تمشي معاها. هذه هي التورة الأولى كما كتلاحظوا، دابا هذه التورة الأولى. هنا كتقادو العجينة مزيان بحال هكذا، وكنخليوها ترتاح. نخليوها على جنب ترتاح، كنخدموا حاجه اخرى على ما ترتاح واحد شويه وكنعاودوا ليها. وهنا كما كتلاحظوا هنايا دابا فيها توره وحده، انا غادي نزيد ليها 6 ديال التورات ان شاء الله، وديك الساعه غادي نطلقها. وهنايا كما كتلاحظوا يعني راني قلت لكم كاين فيديو في صندوق الوصف، يعني في العجينه من الاول حتى الاخير، يعني ديال الصدرة ديال اللوز. هذه الصدرة ديال كريم اسبانيول، غادي نعملوه مع فول سوداني، لحقاش طلبوا لي واحد الاخ من الجزائر. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعملوا له. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديالو. غادي نجمعوا هذه العجينه، يعني كنجيبوها على حساب اللاطه. دابا هذه راه هنا في اللاطه، يعني كنقسموها على جوج، نص في اللاطا ونص ان شاء الله غادي نعملوه من الفوق. وهنا لابد واحد البابي بويسو، هذا الكاغيط هذا خص يكون ضروري. وهنا ملي كنوضعو العجينه هنايا كنبيكيوها بهذا البيكيت هذا بحال هكذا، كنتقبوها مزيان باش لحقاش ملي كتكون عامره كيخصها باش طيب من التحت. دابا مع وجدت هنايا هاد الكريم اسبانيول كما كتشوفوا انتما، ودابا ان شاء الله غادي نزيد معاه. هنايا عندي هنايا كيلو و200 كيلو 250 غرام ديال كريم اسبانيول، وعندي هنايا 500 غرام ديال الفول السوداني انتما. نخلطو بحال هكذا انتما، شوف كي ولا
هنا غادي نزيد معاه هنايا واحد شويه ديال الكوك. هنايا عندي 200 غرام ديال الكوك، وهنايا غادي نزيد معاه واحد شويه ديال الخميره. عندي هنايا 8 غرام ديال الخميره، وهنايا عندي كراميل جوج معالق كبار ديال نكهات الكراميل او مذاق الكراميل. هنا ان شاء الله غادي نخلطوا العناصر مزيان بحال هكذا. هانتوما شوفوا، شوفوا الوضع ديالو، هانتوما خصو يكون هكا رطب ما يكونش قاسح. وهنا كما كتلاحظوا دابا العجينه خصها بدا تكون شايطه خارجه هنا، وهنا على الجوانب تكون خارجه. هنا غادي نعملو هاد فرونشي بان ديالنا هنا بهذه الطريقه، وهنا كتعملوا الكميه اللي حبيتو اللي بغيتيها، واخا النص ديالها ولا اللي بغيتو. وهنا غادي نجيبو سباتول بحال هكذا او ملعقه بحال بحال. هنا غادي نمشيو بهذه الطريقه، نمشيو مع غير شويه، وكنعملوا ديك الفرشه تكون غليظه واحد شويه، ما تكونش رقيقه كاع. يعني تكون فيها واحد 3 ديال الميليم بحال هكاك ولا 2.5. وها السدره الشماليه وجدات، وكنتمنى ان شاء الله تنزلوا وتعملوا هذاك اللايك، الله يجازيكم الخير، عملوا اللايك للفيديو باش يعني كتعاونوا شويه القناه والفيديوهات يوصلوا لعباد الله وكل شيء. كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى كل واحد ينال الاجر ديالو ان شاء الله. وهنا غادي نجيب واحد البيض يعني لا دوري. انا دائما ملي كتشوفوني كندهن شي حاجه كندهنها بالبيض عادي، ما كنعملش الحليب ولا مثلا الماء ولا كل واحد اش كيقول لك، ما كنعملش انا ديك الخدمه، كنعمل الاخر الخدمه، كنعمل الخدمه عاديه. وهنا كنجيبو هاد العجينه كتشوفهم هنا خصنا نقيسوها بالبيض لا بدا، علاش؟ باش العجينه اخرى تلصق عليها من الفوق باش ما تتحلش. وهنا كنجيبو العجينه اخرى كنوضعوها بحال هكذا، ونعملو نفتحوها بحال هكا ونفتحو بحال هكذا، يعني سهله ماشي صعيبه هكا. وكنبريسي واحد شويه هنا حتى كنقيسو تقريبا اللاطا بحال هكذا، ونجيبو البيكيت ديالنا نبيكيوها عاوتاني بحال هكذا واحد شويه. علاش كنبيكيوها؟ باش كتدخلها الحراره لداخل باش حتى داك الفرونشي بان حتى هو يطيب، باش عاوتاني العجينه ما تنفخش بزاف. وهنا غادي نقطعو هاد الجوانب بحال هكذا، وعاوتاني هاد العجينه راه كندخلوها في باطو خور ديال العجينه. يعني هذا دائما بحال هكذا اللي كتشيط لكم اي حاجه كتشيط لكم العجينه نعملوها هي الاولى. علاش؟ باش كتبقى لنا هذاك الباطو خور ديال العجينه اللي غادي نعملوا بها شي حاجه اخرى، كنعملوا ديك التوره باش نعملوا ليها الخامسه ولا السادسه ولا كنطلقوها، فاش كنجي نطويوها ديك الطويه الاخرى كندخلوا هاد العجينه كامله كنسدوا عليها بعجينه اخرى صافي، كنبريسيوها وكنطلقوها عادي. وهنايا نتقبوها عاوتاني بالكراتوار يعني بالقنت بهذا يعني. علاش؟ باش ما تعملش داك الكرش ما تنفخش بحال هكذا. ونجيبو لا دوري ديالنا ندوريوها بالبيض،
ونديوها للفران ان شاء الله، ونطيبوها على 180 ونخليوها طيب. لا بدا ما غادي تدي لكم حتى 35 دقيقه، 35 حتى 40 على حسب الفران. لا بدا تخليوها طيب مزيان، ماشي تشوفوها تحمرت من الفوق صافي تزولوها، لا خصنا نعرفوا بان ما العجينه الثانيه طابت. كتشوفوها تحمرات ايوا خليوها تزيد، ودائما عملوها في الجهه اللي الفران اللي كيطيب بزاف. ودابا ان شاء الله من بعد ما تطيب نتلاقى معكم. الصدره ديالنا دابا واجده، الصدره ديال الفول السوداني يعني ديال الكاوكاو، ان شاء الله غادي نشوفوا يعني كاوكاو مع كريم اسبانيول، غادي نشوفوا من الداخل كيف عامله، وان شاء الله راه كتجي في الماكله كتجي رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي باغي يخدمها في المنازل ديالو ولا بحال هكذا يعمل يقسم الكميه على ثلاثه ولا على اربعه ولا المهم ولا على جوج، يعني هذه هي الكميه اللي غادي تعطيك، يعني تعطيك شي 24 حبه راه مزيانه. وبحال هكذا غادي انا غادي ندهنها بالناباج، بغيتو باش ما بغيتو تدهنوها بحال هكذا. دابا حنا دهنا بالناباج كما كتلاحظوا. دابا غادي نجيب شويه ديال الفول السوداني يعني محمر ومهرمش بحال هكذا، يعني بحال مثلا عملتو فيها اللوز لداخل غتعملو اللوز من الفوق، عملتو البيان يعني فول السوداني الكاوكاو عملتو من الداخل تعملوه من الفوق باش كتكون معروفه ديالها. وهنا سالينا، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء ما شاء الله. وهنا كما كنقول لكم دابا ان شاء الله غادي نقطعوها، والتقطاع كيبقى كيف ما حبيتو تقطعوها، يعني صغيره كبيره كيف ما حبيتو. هنا نحيدو هاد الجوانب هما الاولى بحال هكذا، وهنا نقطعها من الوسط بحال هكذا، وهنا نقطعها من الوسط، وهنا من الوسط باش كتجيكم سهلة، وهنا من الوسط، وهنا غادي نجيو هنا غادي نعبروا على حساب واحد جوج ثلاثة، يعني غادي نخرجوا فيها ثلاثة. أنا غادي نجي بحال هكذا وغادي نقطع بحال هكذا، وغادي نقسمها على جوج باش كيجيو مقادين. هنا بنفس الطريقة، وهنا على جوج، دابا احنا فصلنا الصدره ديالنا كما كتلاحظوا انتما، يعني راه انتما 4 6 24، وهنايا بحال دابا انتما الداخل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان، هنايا راه كتجي رائعه وكتجي فتيه والداخل كيجي رطب يا سلام. هنا هذيك الخميره هنا في كتخدم، يعني باش ما تجيش طايحه لاصقه وتجي مع الجنه من الداخل، كتجي خصها طيب. ها انتما كل شيء هكذا، يعني هنا كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وهنايا وصلنا لنهايه الحلقه، والى اللقاء في حلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.